طيب نروح بقى لنوستالجيا كده، الأهلي والرياضة، وهنرجع لمباراة كانت عام 1974. دي صورة كانت لمشجعين من البشوات والبكوات ورياضيين بيشجعوا هنا الأهلي، ما بين بقى تصفيق فرحة بالفوز والحماس. قصة كانت مباراة بين الأهلي والسكة الحديد، انتهت بفوز الأهلي، وكانت المباراة الأخيرة من دوري القاهرة، كانت من أهم كمان مباريات هذا الموسم. وقتها كان هجوم فريق النادي الأهلي شديد جدا ومتكرر على مرمى السكة الحديد. بنشوف زي ما حضراتكم دلوقتي على الشاشة ملاحظين في الصور حارس مرمى السكة الحديد حسب الله مرة، وهو هو اسمه حسب الله، هو بيصد الكرة ومرة والحظ ما حلفوش وبيدخل فيه جول. باقي الصور اللي معانا برضو للمشجعين وفيهم فؤاد باشا أباظة، هو بيضحك ضحكة كده عالية، كانت يعني فرحة بالفوز. يعني أنا بحب جدا يا كريم الصور دي، الواحد بيحب يرجع نوستالجيا زمان، خصوصا في موضوع يهمه، يعني حاجة أنت بتحبها، يعني صور جميلة وناس راقية، يعني حاجة جميلة جدا جدا بصراحة بنشوفها. أجدادنا دول، أجدادنا يعني دول أجدادنا. كان ضمن الأسماء المشهورة جدا في المرحلة الزمنية دي، احنا بنتكلم على سنة 1947، فحضراتكم طبعا شايفين هذا الكم من الرقي، ويعني بصوا بشوات وبهوات، ويعني نادرا ما تلاقي أفندية حتى في وسط الناس اللي قاعدين بيتفرجوا. طبعا المباراة دي سجل فيها الهيطة ومذكور هدفين في الشوط الأول، وحاول طبعا في الشوط الثاني فريق السكة الحديد إنه يعمل هجوم مضاد لكنه لم ينجح نتيجة قوة دفاع حمدي المجيد. في نفس الوقت قدر مذكور ان هو يسجل هدف ثالث للنادي الاهلي، وزي ما قالت الصحافه وقتها انه لولا ان منير وهو يعني الجناح الايمن للنادي الاهلي اضاع مجموعه من الفرص، لولا كده لكان النادي الاهلي فاز بنتيجه اكبر من كده بكتير. وطبعا شفنا مع حضراتكم من خلال هذه الصور من ضمن اللي شفناه فرحه الجماهير وهم واقفين بيشجعوا من وراء السور الحديدي. طبعا دي كانت ملابسات الاستاد وقتها، كمان يعني كم الحماس اللي بنشوفه من عند الناس. بصي عشق كرة القدم حاجة مش طبيعية، حتى رجال الأمن نفسهم بصي سابوا بقى الحدوتة وقعدوا على الأرض وبيشجعوا هم كمان. يعني دايما كرة القدم ليها سحرها في كل الأزمنة.